صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب. هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة السي شارب، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيره محدثه دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه، او لو عايز تشوفه اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحه، ما تبداش في الحلقه دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com، وتدخل على انضم إلينا، وتدخل على إنشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع، سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 640 من كورس سي شارب داتابيز بارت. ودلوقتي يا جماعة عاوزين نتعلم ازاي نحذف من الجريد نفسها في الويب، الجريد فيو. ما اقصدش الحذف اللي احنا بنعمله متعودين عليه اللي هو زرار بندوس عليه يحذف، لا، اقصد ان قدام كل صف في الجريد فيو في الويب في الاس بي دوت نت، كل صف قدامه زرار ديليت، بحيث لو انت دوست على زرار الديليت اللي في الصف ده يحذف الصف ده بس. تعالوا نشوف مع بعض. ده المثال اللي احنا كنا عملناه ديسكونكتد مود مع الاكسس، هنجرب عليه بس، لكن الفكره واحده، وانا هحاول اوضح لك على قد ما اقدر ان شاء الله. هنا دي الجريد فيو قدامك، لما انت جيت نزلت زرار سيلكت وبقيت تدوس عليه بقى يعمل سيلكت، صح كده؟ طيب تمام. هنا بقى عاوزين ننزل جنب السيلكت ده زرار تاني بيعمل حذف، وهي دي الفكرة، وهو ده موضوع الحلقة دلوقتي بفضل الله. طيب بص، هنا عندك هندوس على السهم ده وهدوس edit columns، وهختار هفتح command field، هلاقي فيه command اسمه delete، هدوس add هينزل هنا عادي. ممكن اقف عليه بقى، ممكن اخليه هنا لو انا عايز اسيبه لينك اسيبه، لو انا عايز اخليه زرار باتن اخليه باتن مفيش مشكله، لو انا عايز اخليه ايمج، بس لو خليته ايمج في عندك في حاجه اسمها ديليت ايمج يو ار ال هتدوس عليها وهتظبطها. انا دلوقتي هخليه ايه؟ باتن زرار، خلاص. والديليت تكست زي ما هو ديليت، ممكن اغيره اخليه حذف براحتي مفيش مشكله عندي، اكتب هنا اللي انا عاوزه. تمام، ممكن اكتب هنا ايه؟ ديليت رو، ديليت ايه؟ رو. وادي ايه؟ اوكي، بص اتكتب عليه ديليت رو، انا اللي كاتبها. تمام؟ طيب طبعا انت مش هتدوس عليه يحذف، لا، فاهم الفكره؟ يعني انت ده كده بقى جنب السيلكت، خد بالك ده محسوب عليك دلوقتي، ده عندك السيلكت وعندك الديليت وبعد كده الايه الاعمده بتاعتك، مش هتدوس عليه يحذف، خد بالك. ما تفتكرش ان كده، جرب كده معايا، كليك يمين وفيو ان براوزر، هو مش بينزل جاهز للحذف، لا، انت لازم تهندله شوية أو تفهم إيه النظام فيه، وأوريك دلوقتي واحدة واحدة. أنت لو جربت بنفسك واحدة واحدة هتلاقي الدنيا سهلة وبتوصلك بفضل الله. بص هنا مكتوب إيه؟ مكتوب قدام كل واحد ديليت رو ديليت رو ديليت رو، شايف؟ أهو ديليت رو قدام كل واحد.
ماشي. طيب انا دلوقتي لو دوست على ديليت رو ده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايرور. جرب كده ديليت رو، بص هيحصل ايرور على طول. ليه؟ بص بيقول لك ايه، بيقول لك انت الاول لازم تعالج الحدث اللي جوه الجريد فيو اللي اسمه رو ديليتنج. يعني ايه؟ يعني اثناء الحذف، اثناء الايه؟ الحذف، وهو بيتحذف يعني، وهو بيتحذف انت عايزه يعمل ايه؟ الحدث ده لما انت بتدوس على الزرار اللي هو بيعمل ديليت بينفذ الحدث ده، فهو راح لقى مفيش الحدث ده خالص، فراح عمل ايه؟ ايرور. خدت بالك من الفكره؟ طيب يعني لو انا جيت هنا دلوقتي رحت على الجريد فيو وقفت عليها كده وجبت الايفنتس، هتدور معايا على حدث اسمه رو ديليتنج. خد بالك رو ديليتنج مش رو ديليتد، لا رو ديليتنج، رو ديليتنج. هتدوس على رو ديليتنج دبل كليك، واخد بالك؟ الرو ديليتنج كده انا عالجته. يعني ايه عالجته؟ يعني فتحته، يعني كده في بقى في حدث رو ديليتنج جواه. ايه جواه؟ ما بيعملش حاجه. جرب تاني كده، بص هعمل تشغيل للصفحه من الاول وهدوس على رو ديليت، على ديليت رو. بص بص ما بيعملش ايرور، بس ما بيعملش حاجه. بص ما بيعملش ايرور ليه؟ لان انت انشات الحدث. هو الاول الحدث ما كانش موجود، لكن انت كده عملت ايه؟ انشاته، فاصبح ما بيعملش حاجه، بيدخل في الحدث يلاقي ما فيهوش حاجه. خدت بالك؟ طيب في حاجه عايز اوضحها لك. هنا كالعاده اوبجكت سندر والايفنت بتاعه جاي من الجريد فيو ديليت ايفنت ارجس اسمه اي. شايل حاجه مهمه جدا هقول لك عليها دلوقتي. تعال نعمل في ال LBL مسج اللي قدامنا ده دوت التكست كتجربه، كتجربه بيساوي الاي دوت. بص بقى في عندك حاجه اسمها رو اندكس. الرو اندكس ده مهم جدا، الرو اندكس ده مهم جدا. هتشوف دلوقتي انا كده اعمل له ايه؟ زائد فاضي كده ولا دوت تو سترنج ولا اي حاجه عشان بس نشوفه، بس كتجربه دلوقتي ده كتجربه. ماشي تعالى كده جرب معايا بعد ما حطينا الكود ده وشوف ايه اللي هيحصل. هدوس على ديليت رو ده، بص طبع لك كام؟ طبع صفر. خدت بالك؟ طبع ايه؟ صفر. بص هدوس على اللي بعده، طبع واحد. شايف؟ طبع واحد. هدوس على اللي بعده بيطبع الاندكس. خد بالك، بص طبع الاندكس، الاندكس اللي هو الرقم الاندكس بتاع كل صف اهو ده 2. بص عد معايا كده، 1 2 3 4 5، ده 5 يعني الاندكس ب 4. دوس كده على الزرار اللي جنبه، بص طبع 4. يعني انت كده قدرت توصل للرقم اللي هو عاوز يعمل له ديليت. وصلت الفكره؟ قدرت توصل للرقم اللي هو عايز يعمل له ديليت عن طريق مين؟ عن طريق الاي دوت رو اندكس. حلو قوي، زي الفل. خلاص السطر ده احنا مش عاوزينه، كنا بنجرب بيه بس. تعالى بقى هنا هتعمل ايه؟ دلوقتي الجريد فيو دي بتاخد من الداتا ست اللي فوق خالص، من اول جدول فيها اهي اللي هي عملناها ستاتيك عشان كنا بنعمل ديسكونكتد مود بنجرب فيه اهو، كنا بنجرب اللي هي دي اس. خلاص انزل تاني للحدث بتاعك اهو. هعمل ايه انا؟ هنده على الدي اس، يا دي اس دوت التيبلز الجدول الاول اللي فيك دوت الروز اللي جوه الجدول ده دوت ريموف ات. انا عايز احذف برقم، برقم ايه؟ اي دوت ايه؟ هو ده بس كده. انت بتحذف الاندكس، وطبعا الاندكس بتاع الجريد فيو متوافق مع الاندكس اللي في الجدول، لان هي هو بياخد منه، هو زي ما الجدول راجع لك ببيانات الجريد فيو بتاخد منه وبتعرض، فمتوافقين مع بعض، نسخه طبق الاصل من بعض. وصلت الفكره؟ حلو قوي. هنا بعد لما هيعمل ديليت انت مش هتاخد بالك من القصه، فعلشان ناخد بالنا ارجع تاني انده على الجي دي سيرش دوت داتا سورس، فوقها قول لها خدي بالك اوعي تنسي انت الداتا سورس بتاعك هو الدي اس دوت الايه؟ دوت التيبلز الاول، ما تنسيش. ايوه كده. بعد كده فوقها تاني قول لها يا جي دي في سيرش دوت داتا مين؟ داتا بايند اللي احنا عارفينها. فوقي كده واعرضي بياناتك وقوسين فاضيين وسيمي كول. بس كده اللي هتدوس عليها هيتحذف، اللي هتدوس عليها هيحصل ايه؟ هيتحذف. واخد بالك؟ يعني احنا كده موضوعنا هو الحذف من الجريد من زرار جنب كل صف، ده موضوعنا. واخد بالك؟ اه
يعني الموضوع ده انت هتطبقه بقى على كل حاجه بعد كده. يعني انا مش بشرحه لك بس دلوقتي الاكسس، لا، لان هو نفس الفكره، لان انا دلوقتي مش بتعامل مع داتا بيز بعينها، انا دلوقتي بتعامل مع داتا سيت وجريد فيو. حتى لو بتتعامل مع داتا بيز، تعال بس جرب الاول كده، جرب وبعد كده نشوف موضوعنا. شغل الصفحه من الاول كده، وتعالى عند احمد حسونه واعمل ديليت رو كده. بص حذف وخلاص، حذف ماشي. انزل تحت كده، تعالى عند مثلا واحد تحت خالص اهو، مثلا تعالى عند عادل احمد. شايف عادل احمد رقم كام؟ ركز، رقم 29. شايف ديليت رو، هدوس عليه. انزل بقى تحت شوف لي كده عادل احمد رقم 29 كده، راح فين رقم 29؟ مش موجود، حذف. بص انا بجرب لك اهو، بجرب لك واحده واحده. احمد عمر ديليت رو، شايف؟ بص اهو، بص كل اللي انا بدوس عليه كده بيتحذف. شايف اللي انا بدوس عليه بيتحذف؟ اللي بدوس عليه اهو اهو، اللي بدوس عليه بس اهو، شايف اهو اللي بدوس عليه بيتحذف. شايف اهو، بجرب اهو نسخ عشوائيه من كل حته، من فوق ومن تحت ومن كله. شايف؟ حلو. لو انا دوست سيف اول دلوقتي على طريقتنا احنا هينفذ، بس انا مش هدوس سيف اول، انا بس بجرب لك الحذف منين؟ من الجريد فيو نفسها. خلاص اقفل بقى صفحه الويب، وتعالى اكلمك على حاجه تاني. هنا في الحته دي انت بتستخدم الرو اندكس. الرو اندكس خد بالك، بتستخدم الرو اندكس ده علشان تحذف اي حاجه انت عايزها. يعني حتى لو انت بتتعامل مع داتابيز تقدر تحذف، مفيش اي مشكله عندك خالص. هتكتب جمله الحذف بتاعتك هنا، هتقول لي طيب ما انا لما هكتب جمله الحذف، لما هكتب جمله الحذف هبقى محتاج قيمه من القيم اللي في الجريد. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كل حاجه بفضل الله سهله. بص هقول لك على حاجه، اعمل الكلام ده كده كومنت، خلاص اعمله ايه؟ كومنت، وتعالى هنا واجرب لك حاجه تاني. اللي بيقل مسج دوت تكست، بص بتساوي ايه بقى؟ هجيب من الجريد فيو نفسها. هجيب منين؟ من الجريد فيو نفسها. الجريد فيو دوت الروز رقم كام؟ رقم ايه دوت رو اندكس، خد بالك اه. وتجيب بقى اللي انت عايزه منها دوت سيلز، شوف السيلز رقم كام. انت اول واحد عندك السيلكت، ثاني واحده عندك الديليت، تمام؟ ده دي زيرو وادي واحد، يبقى اثنين دي اول واحده. دوت ايه؟ دوت تكست. انت خدت بالك انت كده بتعمل ايه؟ بجيب لك القيم من اللي انت هتحذفه اهو. كليك يمين بعد ما عملنا سيف وادي فيو ان براوزر، واوريك انا كده قفلت الكود اللي بيحذف، وبوريك حاجه تانية خالص عشان تاخد بالك انها ينفع تتعامل مع الداتابيز عادي، مفيش مشكله اهو. بص عرض لك واحد رقمه عرض لك رقمه، بص عرض لك رقمه، شايف؟ بص رقم خمسة، بص عرض لك رقم. يعني انت تقدر تجيب من الجريد فيو نفسها، تقدر تجيب من الجريد فيو وتعمل جملة ديليت وير ان ده بيساوي ده. فهمت الفكرة؟ يعني سهل جدا تجيب قيم منها اهو. وكمان عايز اعملي قيمة تاني اللي هو ايه؟ بص بقى السيلز اللي بعديه، السيل الايه اللي بعديها، وهنا زائد بيساوي عشان يكمل عليه. تعالى بقى هنا كده دوس على اي واحد، بص هيعرض لك رقمه واسمه، شايف؟ رقمه واسمه اهو اهو، رقمه واسمه، شايف؟ بص بص رقمه واسمه، شايف؟ بص رقمه واسمه اهو. يعني بجيب قيم من الجريد نفسها. يعني عايز اقول لك ان الموضوع بفضل الله ما هوش صعب انك تتعامل مع الحذف على اي حاجه بقى، على داتا سيت، على داتابيز، على اي حاجه انت شغال بيها، مفيش اي مشكله عندك بفضل الله انك تستخدم الحذف ده في اي حاجه. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.